على الراديو 90 90. شهر جاز وشهر باز قاعدين على الكرسي الهزاز، دي عاملة أبله وده أستاذ، هنا نازلين هري وعجن ولاد، جايبين سيرة كل الناس، فلان إدارجي فلان محتاس، ودي عاملة ماسكة عصير أناناس، وده فنان خاطب حتة بيت، نازلين هري وعجن ولاد في سيرة راجل وسيرة ست. يا شهرباز مالك بتتنفض ليه؟ يا راجل انت مرعوب كده ليه؟ خايف يا شهرجاز انام العفاريت تقرصني، انا مش عايز اتقرص، مش عايز اتقرص يا شهرجاز. يا راجل اجمد، مفيش حاجة اسمها عفاريت. يقطعني، انا معرفش انك راجل جبان، والنبي ما انا مكملة الحكاية. ابوس ايدك كملي الرواية، عايز اعرف الشيخ صفوان عمل ايه مع العفاريت، وازاي قدر يطلعهم من البيت، وحترجع البيت نجلاء ولا حيقعد لوحده على طول علاء. كملي الحكاية يا قطقوطة. من عيني يا ابن المبسوطة، صدر ودنك يا مولاي. بلغني ايها الملك المرعوش اللي بيتنفض وشعره منكوش، بعد العفاريت ما ملت البيت وكتبت اسم نجلاء بالدم على الحيط، راحوا للشيخ صفوان عشان يخرج الأشباح اللي مالية المكان، لكن للأسف حصلت مفاجأة يا مولاي، غيرت مرة واحدة مسار الحكاية، ولو ادتني منديل الأمان أحكي لك اللي بينهم كان. معاك المنديل. ألو؟ ايوه خالد يا امين، نجلاء سابت البيت، سابت البيت ومشت. تسلم دماغك يا كبير، حكايه العفاريت دي شربتها الكروديا. لا، وحكايه القرص اللي في جسمها، كنت كل يوم بحط لها قرص المنوم في الشاي وافضل اقرص فيها طول الليل. طبعا ايوه طبعا خافت وسابت البيت. ابقى اشكر لنا زميلك اللي عمل الشيخ صفوان يا خالد. ايه ده، شغال معاك في شركه الكهرباء؟ مع انه وشه كان شبه الكفريه لكن عمل الدور صح. يلا يلا بقى يا خالد يا امين، هات البيت شمس وتعالى. ايوه دي هتبقى ليله مليطه. ايوه البيت فاضي اسبوع وهنبقى براحتنا. مع السلامه، مع السلامه يا كبير. شهر جاز وشهر باظ. حلاوتك يا بنت شمس، الله عليك يا عم خالد يا نجم. ارقص يا امين، العب يا امين، انا وانت يا شمس لوحدينا، ونجلاء مع العفاريت عندنينا. حلاوتك يا شمس حلاوتك، ده انا هخلي العفاريت تقطعك يا بنت النهارده. الله نهار ازرق، اجري يا خالد امين، خد شمس واجري يا خالد امين. نجلاء شكلها رجعت يا خالد. عندك انت وهو وهي، اللي هيتحرك من الشقه هطبق في زمرت رقبته. بقى كده يا علاء تضحك عليا وتشربني حكايه العفاريت عشان اسيب لك البيت انت وخالد امين تقلبوه مالها ليلي. ما تظلميناش يا نجلاء، ده انا كنت جايبهم عشان نعمل زار ونطلع العفاريت اللي في الشقه. زار مين والناس نايمين؟ ما اتفقست يا حلو، صفوان صاحب البيه خالد جه واعترف لي على كل حاجه واخد اللي فيه النصيب. صاحبكوا باعكوا بورقه ب 200 جنيه. ايه عملها الندل؟ افهمي بس يا نجلاء، انا هفهمك يا حبيبتي. افهم مين والناس صحيين؟ تعالى يا علاء هنا، تعالى انت وهو، والنعمة ما سايباك يا خالد يا امين قبل ما اعمل شنبك ده كوفيه. وعمال تترقص وانت في السن ده بكرشك الميدال ده؟ مش دي شمس اللي اتقبض عليها في اسم الخليفة؟ والنبي ما لسيباكي، تعالي هنا يا ناقصة منك ليه؟ اجري يا خالد امين، اجري يا شمس، الحقونا يا ناس، اي الحقونا يا عالم، الحقونا يا خالد. خد يا امين، هتسيبني لوحدي يا رد. وجري علاء وخالد امين وجريت شمس بعد ما اتعمل لهم كمين، وقفشت الخيانة نجلاء وعرفت اللي عمله علاء. يعني موضوع العفاريت ده طلع بلح؟ يعني علاء عمل كده علشان يخون نجلاء ويطفشها من البيت، وهو اللي كان بيكتب بالدم على الحيط؟
ده انا هندهلك مسرور عشان في دمك يزيد. ولا مسرور انت زفت ان اسمك مسرور. نهارك ازرق يا شهرباز، انت هتتغابى ولا ايه؟ ايوه هتغابى يا شهرجاز، والمصحف لا تغابى ولا مسرور. حلق معايا يا ولا، امسك يا واد يا مسرور، انت من هنا وانا من هنا، امسكها بقى يا ولا واقطع راسها. يا شهرباز الله، اهدى بقى يا راجل مش كده. وانت يا مسرور يخرب بيتك، ايدك تقيلة، ان شاء الله تنشك في كلوة ايدك يا بعيد. والنبي يا مولاي ابوس ايدك لحد كمك، سيبني البكرة وغلاوة امك. قشطة جدا، الديك بيدا رحبك من ايدي الدي. روح ربنا يهديك. شهر جاز وشهر راجل وسيرة ست، دي اتزوقت دي اتطلقت، ودي في أوروبا روقت، وده اشترى وده افترى، وده غاوي فشر وفشخرة، وده هو بطل الاستفزاز. شهر جاز وشهر باص، هشام يحيى، محمد مشهد، إيمان السيد، سيد زكريا، طارق عليش.